هاي ظهرت درجة رجال الأعمال خلال السبعينات بسبب الرغبة بتقديم تجربة سفر أفضل لركاب الدرجة الاقتصادية. بوقتها كانت مجرد قسم منفصل بالمقصورة الرئيسية مخصص للمسافرين المتكررين ولا ركاب الدرجة الاقتصادية كاملة الأجرة. أصول درجة الأعمال جديدة، فمع تزايد حدة المنافسة بين شركات الطيران ظهرت الحاجة لأرضية وسطية بين الدرجة الأولى والاقتصاد. كانت أواخر السبعينات فترة تحول لشركات الطيران ولمواجهة مسألة ملء مقاعد إضافية على طائرات أكبر وسط ارتفاع تكاليف الوقود، قدمت بعض شركات الطيران فئة رجال الأعمال، وانتشر هالنهج بسرعة وتبنت شركات الطيران الثانية استراتيجيات مشابهة. استمرت درجة الأعمال بالتطور، وبحلول نهاية التسعينات صارت المقاعد أكبر مع مساند للرأس والأقدام، وتطورت الخدمات داخل هالطائرة. مين قال إنه بعض شركات الطيران بتقدم وجبات طازة بتم إعدادها على متن الطيارة؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.